يزيد ارتكب كل الفواحش، يزيد هتك كل مقدسات الإسلام خلال مدة بسيطة جدا، لأن يزيد حكم 3 سنوات. في سنة حصلت مجزرة كربلاء، وكما يقول الذهبي بأنه بدأ دولته بقتل الحسين عليه السلام. السنة الثانية كانت واقعة الحرة واستباحة المدينة المنورة، وللأسف هذه القضية هي غائبة عن أذهان المسلمين. ما حصل في المدينة المنورة هو مجزرة ثانية، وهي كربلاء ثانية، وربما من بعض الجهات هي أشد ألما مما حصل في كربلاء. انتهكت الأعراض، انتهكت الأعراض. نعم. يعني هناك أكثر من 1000 امرأة كانت بكرا فاغتصبت بسبب استباحة يزيد للمدينة المنورة. وكذلك أيضا هتك المسجد النبوي الشريف وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في السنة الثانية. في السنة الثالثة كانت أيضا واقعة مكة المكرمة، وحاصر جيش يزيد مكة المكرمة وضربها بالمنجنيق، ضرب الكعبة، الكعبة بالمنجنيق، وأيضا قتل من قتل في مكة المكرمة. فإذا 3 سنوات، في كل سنة فجائع، كارثة وهتك للمقدسات، مقدسات الإسلام. يعني نحن نجد في كربلاء شهداء لم تتجاوز أعمارهم الحلم، كذلك أيضا الطفل الرضيع الذي قتلوه وذبحوه بسهم وهو كان بين يدي الحسين عليه السلام. طيب إذا انتقلنا إلى المدينة المنورة، أيضا نفس السلوك، هذا السلوك الوحشي الهمجي. نعم. بحيث أنه بعد أن دخل جيش يزيد إلى المدينة وجاء أمر يزيد إلى مسلم بأنه، يعني قائد جيش يزيد، بأنه عليك أن تستبيح المدينة بدمائها، وكل من لم يبايع تقطع رأسه. طيب ما هي البيعة، صيغة البيعة؟ لم يطلب البيعة ليزيد على أساس أنه هو حاكم. قال يزيد لقائد جيشي: كل من في المدينة إذا لم يبايع على أساس عبد ليزيد يقتل. وهكذا الكثير من الصحابة الذين كانوا في المدينة رضوان الله تعالى عليهم وكذلك التابعين رفضوا هذه البيعة فقطع رؤوسهم. الاعتداء أيضا على الآمنات، الاعتداء على النساء، اغتصاب النساء في المدينة المنورة في حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعد 62 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب يزيد كل المحرمات في المدينة المنورة.